بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن انيوريزمس اللي ممكن تطلع من الهيباتيك ارتري او السبلينيك ارتري او السبيرو ميزنتريك. دول كلهم بمجموعهم بنسميهم فيزرال ارتري انيوريزمس. الانيوريزم زي اي انيوريزم هو فوكال دايلاتيشن في الارتري، بس احنا بنتكلم على الابدومينال فيزلز، يعني الابدومينال ارتريز. والانيوريزم ده ممكن يكون ترو انيوريزم او سودو انيوريزم، نتيجه انجري في الوول وبعد كده تكون ساك بره مش بتشمل الانتما والميديا اللايرز بتوع الوول بتاع الارتري. فالاماكن المشهوره اللي بيطلع فيها انيوريزم السبلينيك ارتري ده اكتر واحد، والهيباتيك ارتري بعده، وممكن السوبر الميزنتريك، ممكن السيلياك، ممكن الاذرز. انت تعرف الاناتومي وتشوف الانيوريزم اللي طالع فين، ممكن في الجاسترو ديدينال وهكذا. دي مريضة 50 سنة، واضح ان السيلياك ماركدلي دايليتد as well as the hepatic artery which is seen tortuous throughout its course. والليفر فيه يعني differential enhancement. السبلينك في بدايته فيه dilatation. دي البورتال فيز، هنا البورتال فين مالي. الكاليبر تقريبا بتاع الهيباتيك ارتري اكبر من الكاليبر بتاع البورتال فين. وهنا الفي ار 3 دي في ار بين السيلياك عند الاوريجين ماركدلي دايليتد والهيباتيك ارتري برضو ماركدلي دايليتد. المريض ده في مالتيبل فوكال دايليتيشن في اول السيلياك والسبلينيك ارتري، تمام، multiple areas of aneurysms، وهنا واضحين كتير. وفي الاكسيال ايمجز بتاعته باين ان في يعني زي اكسترافازيشن للكونتراست هنا، فده وارد يكون في رابتشر للانيوريزم ده. شكل الانيوريزم ده كلهم شكلهم سودو انيوريزم. مهم ان احنا نعرف هل العيان ده حصل له مثلا بنكرياتايتس قبل كده وحصل ايروجن للفيزلز وبعد كده حصل السودو انيوريزمس. دي فيميل بيشنت 60 سنة، بريزنتد بابدومينال بين، واضح ان عندها هنا الارتري ده في فوكال دايلاتيشن وحواليه في هايبر دنس ليجن لايكلي هيماتوما. هنمشي معاه عشان نعرف الاوريجين بتاعه. هو مكمل مع السوبر ميزنتريك ارتري، غالبا يعني إليال برانش او رايت كوليك برانش، وكون الانيوريزم وحواليه الهيماتوما دي، فده غالبا سودو انيوريزم.